طيب البعض يهاجم قوات المعارضة، يقولون بأنها تحركت بعد تهديد نتنياهو لبشار الأسد وإشارة نتنياهو إلى أن الأسد يلعب بالنار، لذلك يتهمون المعارضة وكأنها تمارس بعض من المصالح الإسرائيلية في الأراضي السورية. بماذا تعلق على مثل هذه الاتهامات؟ أستاذي، قلت لك، أسلفت لك القول وأعيده، نحن في الثورة السورية، وأنا ضابط برتبة عقيد، وأنا أحد قدامى الثوار في سوريا، أقول لك باسم كافة الثوار السوريين منذ عام 2012 وحتى اليوم بأن العدو الرئيسي لنا هو الكيان الصهيوني وإسرائيل التي تغتصب الأراضي العربية ومنها الجولان. أما يعني تلك الفزلكات التي يتهمنا بها، أنا أعلم من يتهمنا بذلك، هم أنصار النظام السوري وهم مؤيدي النظام السوري ومؤيدي إيران ومؤيدي حزب الله، يقولون أن الثورة السورية لم تتحرك إلا بعد أن تم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وبين حزب الله، وبعد أن قام نتنياهو بتهديد بشار الأسد. هذا الكلام عار عن الصحة، لو كان لدينا علاقات يا سيدي مع إسرائيل لما رأيت الطيران النظام يعربد في السماء دون رقيب. نحن علينا حظر على مستوى الدفاع الجوي أو وسائط الدفاع الجوي منذ بداية الثورة السورية، كيف نحن يعني نتحرك هل نتحرك نحن بأوامر إسرائيل؟ إسرائيل هي الداعم الرئيسي أساسا لنظام بشار الأسد، هي الداعم الرئيسي له منذ عام 74 بعد أن وقف عن بعد حرب الاستنزاف التي جاءت بعد حرب تشرين التحريرية، والتي أبرم الأسد الأب الصفقة الشهيرة مع إسرائيل وهدأت جبهة الجولان ولم تطلق طلقة على إسرائيل. لسنا نحن عملاء إسرائيل، نحن أعداء إسرائيل، ونحن أعداء كل من هو عدو للمسلمين وللعرب. قضيتنا هي قضية عادلة ضد نظام مستبد لا علاقة لنا لا بإسرائيل ولا بغيرها، إنما نحن فقط تحينا الفرصة المناسبة، الظرف المناسب على الساحة الدولية والساحة الإقليمية، وبدأ الثوار هجومهم.